30 مليون ايه يا معلم؟ بقول لك ببيع بالاجهزه تقول لي 30 مليون؟ ما هو بص يا ريس، انا ثبت الراجل التاني عشان انت قلت لي هتخلص. لو لسه يعني مش واخد قرارك قول لي، انا لسه فيها كده. الله ينور عليك، شوف انت هتعمل ايه ورجعني وما تتاخرش. ماشي، سلام سلام. بقت ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ المستشفى دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. مش قلت لي انك تمام مع كل اللي حصل؟ انا تمام مع اي حاجه تقولها او تعملها، بس انا شايفه انك انت لو بعتها دلوقتي هتاكد الكلام اللي مريم بتقول عليك انك نصاب، وانت طبعا دكتور وليك عيادتك وليك سمعتك ولازم تحافظ عليها. ما يصحش يعني، فانا شايفه ان احنا نتقر كده لغايه ما نشوف هنعمل ايه. بس بلاش كلمة نصاب دي، محبتهاش منك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.